الصوت 50 ريال، معقولة أعطي صوتي من يدفع لي 50 ريال أو 100 ريال؟ بسألكم سؤال، خلونا صريحين، هل سوف تنتخب أو ترشح من يمثل ولايتك صاحب الكفاءة والعلم والقدرة والصوت اللي يوصل مطالبكم، أم اللي يدفع لي 50 ريال وظل ساكت لمدة 4 سنوات ما أقدر أطالب بأي حق من حقوقي؟ ما هو سهل، كيف أروح أطلب من شخص أنه يطالب لنا ويوقف معانا وهو شارني أو شاري صوتي عفوا ب50 ريال؟ رأيكم؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.